الله سبحانه وتعالى جيت لعند الترابي من طنجة ماشي لعندو دلا نقصني نشوكا مناطا انت من طنجة هذه روح لا انا ولد ببر هذه روح اذا ما اعطيتش روح راك ماشي مسلم ولا مني ما يجيت عندو يقول لي راك انت باغي تبان باطل ما حبه والروح هذه اذا ما اعطيناش روح ماشي احنا مسلمين احنا ماشي مسلمين تينا بالخف مثلا على هو في الصندوق الخف لا اساس ترابيه وتما مازال قيد الحياه لو كان عمي تجبدو له خط الخاطر ديالها ما يسيبش راسو واحده سبحانه وتعالى جيت لعند الترابي من طنجه ماشي لعندو دلا نقصني نشوكا مناطا هذه روح اذا ما اعطيتش روح راك ماشي مسلم ولا مني ما يجيت عندو يقول لي راك انت باغي تبان باطل عبد النعيم بوحدي عبد المنعم شنو اللي خلاك تبكي؟ خلاني نبكي العائله ومتصابهم تحت الارض هذه 32 متر والصنده ممكن يهوت فيها الانسان لاش ما عندهاش الجوه ديالها اللي نقولوا مزيقه ما عندهاش قوادس راه ممكن الانسان يهوت هود واحد 10 هود واحد 17 هود واحد 30 باقي 2 متر ممكن كلنا بقى فينا الدري وانتوما اليوم الساكنه ديال الشمال عطيتو واحد يعني واحد الصوره اللي هي زوينه وزوينه بزاف على الشباب ديال هاد المدن المجاوره الناس جاوا من تطوان من كل بقاع المغرب برافو عليكم الشمال تقول للناس الشمال ما حبه والروح هذه انت ما عطيناش روح ماشي احنا ماشي مسلمين تينا بالخف مثلا على هو في الصندوق الخف لا اساس ترابيه وتما مازال في قيد الحياه لو كان عمي تجبدو له خط بالخاطر ديالها ما يسيبش راسو واحد اخر ولا من هو مازال في الحياه ممكن هاول من مورا سلم راسي الله سبحانه وتعالى انت بغيت غامر براسك انت وروحك براسي على بلعين اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة